الزمالك بشق الانفس بيفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في مباراه ماراثونيه كبيره جدا، مباراه فيها كلام كتير على نادي الزمالك اللي لازم يحسن من نفسه جدا في المباراه اللي جايه. هنتكلم في حاجات كتير جدا في مباراه النهارده، فطالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، لو اول مره تشوف نعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على الزمالك. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدا بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت، نفس العناصر نفس كل حاجه، ولكن الزمالك طول الشوط الاول ما كانش فيه تنظيم، ما كانش فيه لعب كوره كويس، ما كانش فيه مباريات او ما كانش فيه تمريرات مميزه. ليه الكلام ده؟ انا هقول لك. لان الزمالك في مباراه غزل المحله لما كان بيبدا اللعب او كان بيبدا الهجمه كان طارق حامد او محمود عبد العزيز حد فيهم بينزل للمدافعين يبدا هو الهجمه، وما كانش يبقى فيه ضغط ولا على طارق حامد ولا محمود عبد العزيز من قبل غزل المحله. ولكن النهارده ضد الاتحاد السكندري لا، في تغييرات، في تغيير في 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 في, في, في الفريق الخصم. ليه؟ طارق حامد النهارده محمود عبد العزيز اول ما الزمالك بيبتدي يستخلص الكوره واول ما الزمالك يبتدي الهجمه بتلاقي ضغط من لعيبه الاتحاد السكندري على محمود عبد العزيز وعلى طارق حامد علشان ما يديلهمش فرصه ان هم يبداوا الهجمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه في مباراه غزل المحله كنت بتشوف بن شرقي لما كان حتى لعيبه غزل المحله او وسط ملعب غزل المحله بيبتدي يضغط على نص ملعب الزمالك بتلاقي اشرف بن شرقي كان بينزل لعمق الملعب او كان بينزل لنص الملعب يساعد لعيبه الزمالك في بناء اللعب وبدايه الهجمه. لكن مباراه النهارده اشرف بن شرقي طول الشوط الاول ما نزلش نص الملعب غير مرات معدوده، غير مرات معدوده لقينا بن شرقي بينزل لوسط الملعب. غير كده بن شرقي ما كانش بينزل لوسط الملعب عشان يبدا الهجمه، ده ادى ان الزمالك مش عارف يبدا الهجمه من تحت بسبب ضغط العالي بتاع الاتحاد السكندري ويبتدي الهجمه بكوره طويله، وطول الشوط الزمالك ما لعبش هجمه منظمه، ما لعبش هجمه على مرمى الاتحاد السكندري. النهارده برده كنا بنشوف نفس شكل الزمالك في المباراه اللي فاتت على المستوى الهجومي. اللي ايه هو؟ شيكابالا ما كانش بيلعب بادوار لاعب نمره 10، شيكابالا اللاعب اللي بيخش في عمق الملعب هو بيروح وينج مكانه، بن شرقي لما بيخش في عمق الملعب بيروح وينج يمين وينج شمال شيكابالا، لما زيزو بيخش في عمق الملعب كنا بنشوف شيكابالا وينج يمين، ولكن انا اللي ارجحه او انا اللي شايفه ان شيكابالا يبقى على الدكه ولما تحتاجه الشوط الثاني او في اخر ثلث ساعه او اخر نص ساعه او اخر ربع ساعه تنزل شيكابالا من على الدكه، لكن ما تبداش بشيكابالا من بدايه المباراه. ما تبداش شيكابالا من بدايه المباراه، ليه؟ لانك محتاج لاعب صانع العاب يعمل ادوار دفاعيه في وسط الملعب. بالعربي محتاج اوباما، وهنا يجي دور اوباما اللي الناس كلها كانت بتتكلم عليه، اللي هو اوباما بيعمل ايه في المباراه عشان يبدا المباراه. اوباما الدور الدفاعي اللي بيقدمه لوسط الملعب هو اللي بيخليه يبدا يلعب اساسي مع كل مدربين نجوم الزمالك. النهارده لما بنشوف شيكابالا او زيزو او بن شرقي او ايمن حفني او ايا كان من صانع العاب بدل اوباما مش بيعمل ادوار الدفاعيه اللي اوباما بيعملها، فبالتالي انت تبقى محتاج اوباما في مباريات زي دي اللي هو ينزل يساعد وسط الملعب او ينزل يساعد في بناء الهجمه او بدايه الهجمه ويخلي الوينجات زي ما هي. ده اللي كنت محتاجه، ان شيكابالا ما يبقاش يبدا المباريات. المباراه الجايه عندك الاسماعيلي، اتمنى في مباراه الاسماعيلي شيكابالا ما يبداش المباراه. بحب شيكابالا، شيكابالا على عيني وعلى راسي، موهبه فذه وكل الكلام ده، ولكن شيكابالا ما يبداش المباراه. شيكابالا من اللعيبه اللي بتيجي من عندك تعمل الفارق، بيجي من على الدكه يصنع لك الفارق، خسران متعادل يرجعك في المباراه وهكذا. محتاج تكسب، كسبان المباراه عايز تمسك الكوره شويه في وسط الملعب الخصم عشان تموت الماتش، شيكابالا برضه يفيد لك في الحته دي. ولكن شيكابالا ما يبداش في بدايه المباراه، ما يبداش في بدايه المباراه. الزمالك طول الشوط الاول ما كانش مميز، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانت مستفزاني جدا في المباراه لعيبه الاتحاد السكندري او الاتحاد السكندري بشكل عام. الاتحاد السكندري النهارده ضيع وقت اكتر من لعب كوره. فوزي الحناوي وعمار حمدي كل كره يلمسوها وكل كره ياخدوها في رجليهم بيطولوا بالكره كتير جدا. اول لاعب الزمالك بيبتدي يلمس يلمسهم ياخد الكره منهم لاعب يموت في الارض ينزل على الارض ميت. طب ما تلعب كوره يا حبيبي انت وهو، العبوا كوره، انتوا المفروض داخلين المباراه عايزين تفوزوا بالمباراه علشان تلعبوا كونفدراليه. ليه بتلعبوا بالشكل ده؟ مش عارف. ليه بتلعبوا بالاداء ده؟ مش عارف. الزمالك بيخرج 0-0 الشوط الاول وعلى امل الاداء يتحسن الشوط الثاني. الشوط الثاني الاداء مش هقول لك بقى احنا نزلنا كان الاخضر واليابس وكسبنا الاتحاد، لا، المباراه فعلا كسبناها بشق الانفس في مباراه من مباريات اللي هو يلا نعدي الماتش، يلا نكسب الماتش ونعدي، من المباريات اللي هي شبه كده، مش المباراه اللي هو انا عايز لو انا نازل اقطع نفسي او مباراه غزل المحله انا نازل من اول الماتش ضاغط وعايز اكسب الماتش، لا، الماتش ده كنت تحس الزمالك خايف شويه او زمالك كارتيرون. هو زمالك كارتيرون الزمالك اللي احنا شفناه النهارده،
الزمالك المتحفظ، الزمالك الهادي، الزمالك المتماسك، الزمالك اللي بيحاول يلعب في نص ملعبه او يستدرك الفريق في نص ملعبه، يضرب بمرتد، يضرب بكره ثابته، يضرب بكره عرضيه، يضرب بضربه جزاء، يضرب بفاول وهكذا. ولكن مش الزمالك بتاع باتشيكو مثلا اللي هو انا هضغط من اول المباراه وهلعب كوره وابتدي اكسب المباراه من اول ماتش او خلص من اول ماتش، لا الزمالك بيرجع شويه نص ملعبه مع كارترون يحاول يضرب لاج مرتد. وكارترون قلت لكم المباراه اللي فاتت ضد غزل المحله لما نجيب جول ما نسيبش الكوره للخصم، لما نجيب جول ما نسيبش الكوره للخصم. لما جبنا جول الاول النهارده عن طريق اوباما سيبنا الكوره كالعاده لغزل المحله ورجعنا وقفنا في نص ملعبنا، وده ادى ان غزل المحله ترجع عليك في اخر ربع ساعه وتجيب جول وتكهرب الماتش وتخليك قاعد على اعصابك او تخلينا قاعدين كلنا على اعصابنا كجمهور للزمالك لحد الدقيقه 85 لما جاب الجول عبد الشافي. كل جمهور الزمالك قاعد على اعصابه، كل جمهور الزمالك قاعد مش قادر، كل جمهور الزمالك خايف يخرج من عالم المباراه لانه عارف ان حتى الاهلي مش هيضيع الفرصه دي من ايده. اول لما الزمالك يقع هتلاقي الاهلي داس بنزين وموقفش. الزمالك النهارده قدم مباراه نوعا ما، مش هقول لك مباراه مميزه او مباراه جيده، لا مباراه مقبوله بسبب الفوز. ولكن لو كنا تعادلنا او كنا خسرنا كان هيبقى الكلام مغاير خالص. نتكلم على الاجوان. الجون بتاع الزمالك الاول جون اوفر كويس، اوباما نزل اول لمسه لاوباما دي جون شيء لا يعقل. كنت قاعد حتى بتكلم في مباراه مع اصحابي بقول لهم ان اول ما لقيتش اوباما وامام عاشور نازلين كنت قاعد بتكلم حتى بهزار قلت لهم يا جدعان اوباما هو اللي كسبنا الماتش. ترى بقى اللي هو يا عم اوباما ايه اوباما مين والكلام ده، لكن لو اوباما جاب الجون قلت لهم بصوا لكم نظره اوباما نازل عايز يجيب جون عايز يساعد الفريق. اوباما مميز بس يفوق، اوباما مباراه يعمل لك مباراه مميزه جدا، مباراه ما يبقاش موجود تماما. اتمنى اوباما يفضل على الريتم ده يفضل مميز. سيف الدين الجزيري اتمنى يقعد دكه شويه. نشوف مروان حمدي، مروان حمدي نزل النهارده ساعد في الجون الثاني كويس جدا، كان هو اللاعب الوحيد اللي بيضغط على دفاع الاتحاد السكندري عشان ما يدومش الحريه اللي هم يلعبوا من تحت ويلعبوا الكره الطويله. في الجون الثاني في كره ميته في كره ملهاش اي لازمه ضغط على دفاع الاتحاد، الاتحاد غلط لعب الكره لطاهر حامد، طاهر حامد ده المسلوسي المسلوسي رفع عرضيه تمركز كويس جدا في منطقه الجزاء بيحط بدماغه وترد لعبد الشافي وجول هاي لعبد الشافي. لكن مروان حمدي يستحق يلعب السنه المباراه الجايه، جربه في ماتش الاسماعيلي مش تخسر حاجه عادي لو ما قداش تنزل سيف الجزيري. ولكن اتمنى اشوف مروان حمدي في المباراه اللي جايه بيبدا كاساسي. عبد الشافي تسقيف، لازم نسقف عبد الشافي. عبد الشافي فعلا الذهب لا يصدأ، الدهن في العتاء عبد الشافي. في الكوره الوحيده في الكوره الوحيده اللي الباكين بتوع الزمالك بيطلعوا مع بعض، مسلوسي بيرفع عرضيه الكوره بترد يعمل فول اب عبد الشافي يخش يجيب الجون الثاني الزمالك بيكسب المباراه. دي مشكلتي مع كارترون، ان كارترون بيبدا ان هو يخلي الباكات بتاعته ما تلعبش، الباكات بتاعته ما تطلعش في الدور الهجومي. تحس ان كارترون بيخلي الاطراف بتاعته زيزو وبن شرقي هم اللي يفتحوا الملعب، هو اللي يعملوا ستريتش للملعب، هم اللي يلعبوا عرضيات، هم اللي يعملوا كل الشغل من على الاطراف، لكن الباكات بتاعتي تفضل متمركزه دفاعيا او يعمل دور هجومي. لو الباك عايز يعمل دور هجومي يرجع لي باقصى سرعه في الدور الدفاعي اول ما الكوره يفقدها، وده مش موجود ولا مع المسلوسي ولا عبد الشافي. عشان كده مش بنشوف المسلوسي عبد الشافي كتير في الناحيه الهجوميه، بنشوفهم اكتر في الناحيه الدفاعيه. وبمناسبه المسلوسي بره ماتشين بيقدموا مباراتين كويسين، الاثنين في خط الدفاع ما بيقدموش كتير ما بيقدموش كتير، فبيقدم ان الزمالك اطرافه او باكاته ما بتقدمش. ولكن النهارده الاثنين لما تقدموا شفنا جمله، شفنا جون للزمالك، شفنا فوز للزمالك وثلاثة بونت غاليين جدا في مباراه صعبه جدا 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 على الزمالك. الزمالك مبروك لكل جمهور الزمالك ثلاثة بونت، مباراه حرق اعصاب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه في المباراه، حرق اعصاب الحمد لله على ثلاثة بونت. والمباراه الجايه بقى بكره الزمالك الاسماعيلي والاهلي، يا عالم ممكن يحصل فيها ايه؟ فرجات بالاسماعيلي. في الاول وفي الاخر ده كراي شخص واحد، هو رايي انا مباراه الزمالك والاتحاد. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي تتوقع انهي مباراه الزمالك هيقع فيها في الدوري، قول لي توقعك هل الزمالك اصلا هيقع ولا لا، ولو هيقع هيقع في انهي مباراه، قول لي توقعك في الكومنتس. ولو حابب بس اعمل لايك عشان الحلقه توصل لبعض عدد من الناس وده بيساعد في ظهور الفيديو، فانزل اعمل لايك. اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وانا ناشط جدا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، انزل اعمل لي فولو هتلاقي الاكونتات بتاعتي في الديسكربشن، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.